بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أبناءنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع ضرب المصفوفات، وصلنا لمسائل الكتاب تدرب وحل المسائل. ذكرنا سابق أنه ليس أي مصفوفتين يمكن ضربهما، هناك شرط لضرب المصفوفات. الشرط يقول أن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يجب أن يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية حتى يمكن إجراء عملية الضرب. إذن هنا الضرب ممكن أو معرف، بمعنى آخر إيش هو كاتبون؟ حدد إذا كانت عملية الضرب معرفة. نعم ممكن معرفة، تمام. الآن في حال إنها معرفة، ما هي رتبة المصفوفة الناتجة؟ رتبة المصفوفة الناتجة تنتج من صفوف المصفوفة الأولى وأعمدة المصفوفة الثانية. رتبة المصفوفة الثانية ستكون 2 ضرب 4، إذن رتبة المصفوفة الناتجة هي 2 ضرب 4 وليس 4 ضرب 2، ترتيب مهم. أما السؤال الذي يلي، سؤال 16، لاحظوا أعمدة المصفوفة الأولى 5، صفوف المصفوفة الثانية أيضا 5، إذن معرف عملية الضرب، إذن هاي معرفة. الناتجة، المصفوفة الناتجة ستكون من الرتبة 5 في 5. دائما المصفوفات المربعة مع نفسها تعطي نفس الرتبة. تعالوا لهاي شوفها، عدد أعمدتها 1، عدد صفوف هذه الثانية 2، إذن هون غير معرفة. هون سؤال 17، حاصل الضرب غير معرف، لا يمكن إجراء الضرب لأن أعمدة المصفوفة الأولى 1 وصفوف المصفوفة الثانية 2، إذن هون نقول غير معرفة، غير معرفة. مصفوفة والمجموعة الثانية سؤال 18، لاحظوا عدد صفوف أعمدة المصفوفة الثانية يساوي عدد صفوف عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية، إذن معرفة عملية الضرب. إذن هنا معرفة. طيب إيش المصفوفة الناتجة؟ الناتجة ستكون من الرتبة 2 ضرب 3. نأتي لسؤال 19، ما شاء الله، لاحظوا الأعمدة هنا 1 والصفوف هنا 2، للأسف ما بتنضرب، ما بتنضرب، مصفوفتين بهذا الشكل ما ينضربوا، إذا نكتب عندهم غير معرفة. اللي بعده، لاحظوا عدد أعمدة الأولى 2، صفوف الثانية 2، إذن هنا المصفوفة يمكن إجراء عملية الضرب. المصفوفة الناتجة هي من الرتبة أو من النوع 5 في 4، هاي المصفوفة الناتجة. ليش؟ لأنه هاي معرفة، تمام. الآن عرفنا متى يجوز ضرب مصفوفتين ومتى لا يجوز،
وما هي المصفوفة الناتجة؟ السؤال الثاني ينطرح، كيف نجري عملية ضرب المصفوفات؟ نبدأ بأولها، هذه إيش رتبتها؟ 1 ضرب 2. هذه إيش رتبتها؟ 2 ضرب 1. هل تجوز عملية الضرب؟ الأعمدة تساوي الصفوف، نعم. من المصفوفة الناتجة؟ المصفوفة الناتجة من رتبة 1 في 1، يعني فيها مدخلة واحدة فقط، مدخلة واحدة فقط. هنا كيف أطلع هاي المدخلة؟ بضرب الصف في العمود، 1 في سالب 10، سالب 10 زائد 6 بـ6، 36، المجموع 26. سؤال 22، أولا بدي أشوف أنه يجوز الضرب أو لا يجوز الضرب، نفسهم ترى تقريبا، بس إيش بدلوا نفس الشكل، لكن قد هنا بيختلف الوضع. هاي 1 في 2، 1، لا هاي مش 1 في 2، هاي 2 في 1، صفين عمود واحد، 2 في 1، وهاي 1 في 2، صف عمودين. الآن هل يجوز الضرب؟ الأعمدة تساوي الصفوف، نعم يجوز. إذن المصفوفة الناتجة من الرتبة 2 في 2، وهذا يعني رتبة 2 في 2 فيها 4 مدخلات بهذا الشكل. كيف يعني 4 مدخلات؟ يعني فيها 4 عناصر، 1 هنا، 1 هنا، وعنصر هنا، وعنصر هنا، تمام. كيف نعبيهم هذول العناصر؟ العنصر الأول هذا موقعه صف أول عمود أول، أروح أضرب الصف الأول اللي هو 6 بالعمود الأول اللي هو 2، بيطلع 12. صف أول عمود أول، هون صف أول بس عمود ثاني، 6 في سالب 7، سالب 42. هون صف ثاني عمود أول، نضرب الصف الثاني بالعمود الأول بيطلع سالب 6. صف ثاني عمود ثاني بيصير 21. صح، هاي مش 21، هاي 12، هسه بنشيلها من بكرة أبيها، ها ما تظليلها. نعيد، الصف الثاني سالب 3 ضرب سالب 7 بتصير 21. هاي الأولى 12 لأنها 6 ضرب 2، هاي 12. هاي المصفوفة ما شاء الله عنها 2 في 2، وأختها 2 في 2، معناته ينضربوا، لأنه الأعمدة هنا تساوي الصفوف هنا، إذن معرفة، والناتجة ستكون 2 في 2. كيف يعني 2 في 2؟ يعني مصفوفة مربعة فيها 4 عناصر بهذا الشكل، هنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر، أو يسموهن مدخلات. يا صف أول عمود أول، سالب 3 في 4 سالب 12، زائد، خلصنا من السالب 3 وخلصنا من الأربعة، الآن سالب 7 في 9 سالب 63،
صف أول عمود أول. الآن لا نزال في الصف الأول لكن انتقلنا للعمود الثاني. سالب 3 في 4 سالب 12 زائد سالب 7 في سالب 3 21. سالب 7 في سالب 3. خلصنا من الصف الأول، الآن ننتقل للصف الثاني ونضربه بالعمود الأول. سالب 2 في 4 سالب 8 زائد سالب 1 في 9 سالب 9 هون صف ثاني عمود ثاني. سالب 2 في 4 سالب 8 صف ثاني عمود ثاني. سالب 2 في 4 سالب 8 سالب 1 في سالب 3 زائد 3 مظبوط. الصف الثاني في العمود الثاني يطلع سالب 8 زائد 3. طيب الآن بنبسط، أي خطأ ترى أنتوا المهم فاهمين الطريقة، يعني إذا صار خطأ بتصححوه. سالب 75 9 سالب 17 سالب 5. سؤال 24 نفس الشيء راح يطلع عندي مصفوفة 2 في 2 بكبرها لأنه في حسابات بداخلها. الصف الأول في العمود الأول سالب 2 سالب 1 في 6 سالب 6 0 في 7 0. كمل الصف الأول. الصف الأول في العمود الثاني سالب 1 في سالب 3 3 زائد صفر في سالب 2 صفر. بنكمل الآن الصف الثاني، ننزل على الصف الثاني هذا هو، نضربه بالعمود الأول ثم بالعمود الثاني. 5 في 6 30 زائد 2 في 7 14. الآن الصف الثاني في العمود الثاني، 5 في سالب 3 سالب 15 زائد 2 في سالب 2 سالب 4. سالب 6 3 44 سالب 19. هاي المصفوفة من الرتبة 2 في 3 وهاي المصفوفة من الرتبة 2 في 2. نجري عملية الفحص عليها انه هل يجوز الضرب ام لا. لاحظ اعمدة الاولى ما بيساوي الصفوف الثانية، اذا هذه غير معرفة. إذن هاتين المصفوفتين لا يمكن ضربهما لأن أعمدة المصفوفة الأولى ما بيساوي صفوف المصفوفة الثانية. خلينا نشوف هنا الشكل ينضربوا أو لا.
هذولا من الرتبة 2 في 3، وهذه من الرتبة 3 صفوف في عمود واحد. معناته الحكي هذا انه أعمدة المصفوف الأولى تساوي صفوف المصفوف الثانية، وهذا يعني أن عملية الضرب معرفة. إذن هنا عملية الضرب ستكون معرفة، معرفة. طيب إيش المصفوفة الناتجة؟ ستكون من النوع 2 في 1. كيف يعني 2 في 1؟ يعني صفين وعمود واحد، يعني زي هيك، فيها هون مدخلة وهون مدخلة، رقمين بها بس أو عددين. الآن كيف نحسب هذول العددين؟ نجي نضرب سالب 6 ضرب 7، قولوا معي سالب 6 ضرب 7 سالب 42، زائد 4 في 2 8، زائد سالب 9 ب4 سالب 36، تجمعون يطلع معاكم المدخلة الأولى. المدخلة الثانية 2 في 7 14، 8 في 2 16، 7 ب4 28. طبعا يساوي اللي تحت سهلات 20 30 50 58. اللي هنا سالب 34، سالب 34 وسالب 36 سالب 70، نفس الشيء سؤال 27 سؤال 28. هذا من 2 في 3، وهذه من النوع 3 في 2. إذن يجوز الضرب وينتج عندي مصفوفة مربعة 2 في 2 تحوي 4 مدخلات، 1 2 3 4. فنضرب الصف الأول في العمود الأول، 2 ضرب 4 8، زائد 9 ضرب سالب 6 سالب 54، زائد 3 ضرب سالب 2 6. لا نزال في الصف الأول بس العمود الثاني، 2 في 2 4، زائد 9 ب7 63، زائد سالب 3 في 1 سالب 3. الآن ننتقل للصف الثاني، نضرب بالعمود الأول لأنه أنا هنا صف ثاني عمود أول، 4 ب4 16، سالب 1 في 6 6، 0 بسالب 2 0. الصف الثاني في العمود الأول، في العمود الثاني، 4 في 2 8، سالب 1 في 7 سالب 7، 0 في 1 0.
نستطيع نبسط هاي المصفوفة، بتصير 14 وسالب 54 سالب 40، 16 و6 22، 8 وسالب 7 فيها 1، 67 ناقص 3 64. الآن بإمكاننا نحل هذه، نفحصها أول إشي، هل يجوز ضربها أو لا؟ هنا إن شاء الله نكون ما يجوز، لأن تعبنا صراحة. 2 في 1، وهنا 1 في 2 طلعت يجوز ضربها. عندي هون الأعمدة وهون صفوف، وتعطي 2 في 2 زي هاي، تعطي شايفين هاي الصغيرة الآن بتعطي زي هيك. صف أول عمود أول بيطلع 12، بس هون عنصر عنصر. صف أول عمود ثاني بيطلع 4، صف ثاني عمود أول يطلع سالب 24 ضرب طبعا، صف ثاني عمود ثاني يطلع سالب 8. سؤال 29، هاي مصفوفة، مبنى 1 مبنى 2 مبنى 3، عندنا غرفة بثلاثة أسرة، غرفة بسريرين، غرفة بسرير واحد. الأجرة طبعا اللي بسرير واحد أجرتها 220، واللي سريرين 250، وهاي 360. اكتب مصفوفة تمثل عدد الغرف ومصفوفة تمثل الأسعار. يلا، مصفوفة تمثل عدد الغرف، ذول ما بكتبهم، 1 2 3. المبنى الأول عندي 3 غرف سرير 1، غرفتين سريرين، وغرفتين 3 أسرة. أما المبنى 2 عندي سريرين من غرفتين سرير واحد، و3 غرف 3 سريرين، وغرفة واحدة ب3 أسرة. ثم عندي المبنى الثالث، هون في عندي 4 غرف، هون عندي 3 غرف، هون ما عندي غرف. طبعا هذا مبنى 1، مبنى 2، مبنى 3. الآن مصفوفة الأسعار، اللي هي 220 250 360. اكتب المصفوفة تمثل الدخل اليومي للمؤسسة على فرض أن الغرف جميعها تأجر. رح نضرب هاي 3 في 3، وهاي 3 في 1، بيطلع 3 في 1 اللي هي كل مبنى قديش بيجيب فلوس. رح نضرب المصفوفتين وينضربوا طبعا، يبين كل مبنى قديش بيجيب فلوس.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود تنبيهكم أنه في خدمات خاصة للمنتسبين، منتسبين القناة تحتاج دعم، لأنه إحنا تعطلنا عن أي عمل آخر خدمة لهذه القناة. القناة تحتاج إلى دعم، وحتى نستمر في تقديم الخدمة التعليمية. الآن كل منتسب يدعم القناة، طبعا في الرابط تاع الانتساب موجود في تعريف القناة وصندوق الوصف لكل فيديو، صندوق الوصف للفيديو موجود رابط الانتساب. في عندنا مزايا للمنتسبين اللي بده مثلا مستندات ورقية، بيتصل لدروس خاصة لشكل جماعات، تصل لدروس خاصة منفردة حسب ليفل تاع المنتسب. شوفوا الرابط للانتساب، وحياكم الله وشكرا لدعمكم الدائم. السلام عليكم ورحمة الله.